صيامه وقيامه. وهذا الكتاب يعني من أنفس وأعظم وأفضل الكتب المصنفة التي تتناول أحكام صيام رمضان وقيامه، كما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والدرس ما بنطول دائما نظامنا عشان الناس وراء أشغال، ولكي لا يحصل الملل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. والمعلومة لمن تكون بسيطة الإنسان بيقدر يحفظها ويستوعبها. يتكلمون الشيخ عن هذا المجلس، قال: الناس في الصيام عشرة أقسام. العشرة أقسام بتاعت الناس في الصيام دي لو أنت عرفتها بتعرف أكثر من 70% من أحكام صيام رمضان تقريبا. وحناخذ منها قسمين أو ثلاثة حسب ما يتيسر ونواصل إن شاء الله. قال: القسم الأول من أقسام الناس في الصيام: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع يجب عليه صوم رمضان أداء في وقته، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، ولإجماع المسلمين على فرضية الصيام على هذا القسم من الناس. طيب، نمرة واحد قال المسلم، لأن الكافر يا جماعة لا يجب، الكافر لا يصوم رمضان في حال كفره، وإذا صام الكافر رمضان وهو كافر بالله عز وجل ولم يسلم فإن صيامه باطل. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن لو ما انتهوا من كفرهم ربنا سبحانه وتعالى ما يغفر لهم ما قد سلف ولا يتقبل منهم ما عملوا. طيب، لو في واحد كافر، الشيخ نسأل سؤال: لو واحد كافر وأسلم أثناء يوم من أيام رمضان، يعني زي الساعة دي كده 12 ونص مثلا بالنهار في رمضان، هو كافر لحد الساعة 12، جات 12 ونص قام أسلم، جاء هنا الجامع أسلم مثلا، أها ده صيامه كيف؟ اليوم ده أها نشوف رأيكم أنتم. السؤال واضح يا جماعة؟ زول كافر تب، لكن أسلم نصة نهار في رمضان، ساعة 10 11 12 بالنهار أسلم، هذا يومه ده كيف؟ هل يومه ده يقضيه بعدين ولا ما يقضيه؟ أي حافظ ها؟ يعلموه صح، لكن اليوم ده كيف؟ ها؟ دارين إجابة كاملة؟ أيوه ايوه. العلماء قالوا انه، شوفوا الكلام كيف كلام العلماء، قالوا ده يمسك باقي اليوم، يعني لا ياكل لا يشرب ولا يقرب المرأة، يمسك. لكن اليوم ده طبعا ما يوم صحيح لانه ما يوم كامل صحيح، لكن السؤال هل يقضيه بعدين ولا ما يقضيه؟ الجواب: ما عليه القضاء. ليه؟ لانه وقت ما اسلم ما أسلم وقت فرضية اليوم، واليوم بيفرض 200، يعني يحسب لك يوم من 200 الصيام كامل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ده بداية الصيام الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالصيام يوم الصيام بيبدأ من طلوع الفجر لحد 200، لحد غروب الشمس، فده أسلم في نص اليوم،
لما الفجر طلع ما كان واجب عليه الصيام اصلا، عشان كده ما بقضي اليوم ده. عشان كده ما بقضي شنو يا جماعه؟ اليوم ده. وده حاله حيجينا زي حال الصبي الما بالغ، وقام بلغ نزل منه المني نصة نهار في اليوم، يوم ده ما بقضيه بعدين يا جماعه. ليه؟ ليه ما بقضيه؟ لانه لما بلغ قبل ما يبلغ الصيام ما كان واجب عليه، ولما بلغ بداية اليوم ما فاتت الفجر فات، ده بلغ نصة نهار، فاليوم ده ما بقضيه بعدين. طيب القسم الثاني الصغير قال فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن كم؟ 3، وذكر منهم الصبي حتى شنو؟ يحتلم، لأن الاحتلام هو علامة البلوغ. طيب كيف نعرف الولد والصبي إنه بلغ؟ والأحكام دي لازم يعرفوها الآباء والأمهات، لأنه لو بلغ بقت الصلاة واجبة عليه والصيام وكذا، وجرى عليه قلم التكليف، فنعرفه كيف؟ قالوا الولد الذكر بثلاث علامات. العلامة الأولى بلوغ 15 سنة، وجاء فينا يعني أدلة على هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين من السنة. والعلامة الثانية نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت في قبل الرجل والمرأة من الأمام. والعلامة الثالثة شنو؟ نزول المني باحتلام أو بغيره، ده الولد. أما البنت نعرفها بلغت بالثلاث علامات دي زائد علامة رابعة وهي نزول دم الحيض. الإنسان لازم يعرف العلامات دي عشان يأمر بنته بالصيام ويأمر بالحجاب. وإن كان الواجب على المسلم أنه يعود أولاده وبناته على العبادات قبل ما يبلغوا عشان ينشأوا عليها، لكن إذا بلغوا بعد ده بقى شنو يا جماعة؟ بقى الأمر واجب عليهم. والأب والأم إذا ما نبهوا أولادهم وعودوهم على العبادات من صيام وصلاة إلى آخر، ربنا سبحانه وتعالى يسألكم عنهم، عن الأولاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فإذا بلغ الصبي والولد أو البنت وجب عليهم صيام رمضان. طيب القسم الثالث المجنون، زول مجنون تب ده حاله بالصيام كيف؟ المجنون هو فاقد العقل، هو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، وذكر المجنون المغلوب على أمره حتى يفيق. طيب العلماء جابوا مسألة، قالوا إذا كان هو مجنون طوالي عنده حالات، مرة بجن مرة بيكون نصيح يتونس مع الناس، ده صيامه كيف؟ تاع رمضان. قالوا في حال يكون نصيح الصيام والصلاة والعبادات واجبة عليه، وفي حال يكون مجنون الحالة تقوم عليه الصيام شنو يا جماعة؟ ما واجب عليه وما يقضي اليوم. ليه؟ لأن الجنون يمنع الصيام تماما، ففي حال جنونه ما عليه صيام أصلا، ربنا ما أوجبه عليه في حال الجنون، يبقى ما هيقضي اليوم، يبقى شنو يا جماعة؟ ما هيقضي اليوم. القسم الرابع ونختم به الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي وأشبه المجنون. زول حصل مرحلة من الكبر لحد ما خرف، بقى يبول في هدومه ويتكلم برا راسه، كبر كبر شديد سواء كان رجل ولا امرأة، ده ما عليه الصيام أصلا، وربنا ما بيسأله لأنه ده زي المجنون يا جماعة، زي المجنون، ولا بنقضي عنه ولا هو يطعم، ما يطعم ولا عدة من أيام أخر، ده ما عليه أي شيء لأنه ده بقى زي شنو يا جماعة؟ زي المجنون. لكن حيجينا الكبير الما خرف حكمه، حيجينا قدام زول كبر
وجسمه ضعيف لو صام ممكن يموت، لكن عقله تمام. فذاك حكمه بلاء، وذاك حكمه انه طالما صيام ممكن يهلك وما بيصوم، لكن بيطعم عن كل يوم مسكين لانه عقله سليم وهو من اهل التكليف. فده بيطعم عن كل يوم مسكين، اما طعام مصنوع اكل مطبوخ وهو الافضل بعدد ايام رمضان، واما كيلو ونص دقيق او مد، ممكن تعمله بالمد مليت اليدين الاثنين من اي نوع من انواع الدقيق اللي بياكلوه اهل البلد عن كل يوم من الايام التي افطرها. والدليل ما فعله انس ابن مالك رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. زول عنده سؤال يا جماعه؟ نحن قلنا الدرس نعمله كده مسكول حبه دي. في زول عنده سؤال؟ ايوه. اول حاجه السفر هو ذاته اللي بيخلي الانسان ممكن يفطر. او السفر هو شنو السفر؟ بعضهم حددوه بكم، 80 كيلو بعض العلماء، لكن الصواب ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، ما عرف في عرف الناس انه سفر، عليه السلام الخالد، ما عرف في عرف الناس انه سفر، فده يا جماعه شنو؟ ده السفر اللي عليه الاحكام بتاعت القصر والجمع في الصلاه واحكام الافطار والصيام في السفر. كل ما عرف في عرف الناس، في عرف الناس انه سفر، فده اللي بتجر عليه الاحكام. من هنا لمدني سفر ولا ما سفر؟ في عرف ناس الخرطوم سفر، وفي عرفهم هم ذاتهم سفر. من هنا لحد كرري، كرري ام درمان سفر ولا ما سفر؟ في عرف الناس ما سفر. من هنا للعسيلات، وانا اخترت العسيلات لانه بعض الناس العسيلات بيقولوا سفر. من هنا للعسيلات سفر ولا ما سفر؟ ما سفر، لانه شرق النيل تابعه للولايه ومعروفه ما سفر. من هنا للفاشل دنقله نياله القضارب سفر. فما عرف في عرف الناس انه سفر ده هو السفر، وتجري عليه احكام السفر في الصلاه والصيام الى اخره. وحيجينا حكم المسافر، لكن الخلاصه في كلام العلماء لانه فيه خلاف كثير، ربنا قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ومعنى الايه ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى، يقضي في ايام ثانيه، لانه ما اي مريض او مسافر بيفطر. زول عنده نزله زكام قاعد يفطر ولا قاعد يصوم؟ نزله بس خفيفه قاعد يصوم، لكن هو مريض ولا ما مريض؟ مريض. عشان كده الصحابه قالوا كنا نسافر مع النبي، ده حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وحيجينا ان الشيخ العثيمين جابه، وحديث كثيره في المعنى ده ذات. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم منا على المفطر ولا المفطر منا على الصائم. يعني معناته كان فيهم صائم وكان فيهم شنو؟ مفطر. ونقول مفطر ما نقول فاطر، لأن الفاطر هو الله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. عشان كده الصحابي قال المفطر ما قال الفاطر. طيب الشاهد إن من الصحابة في مفطرين وفي شنو يا جماعة؟ صائمين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما أمرهم كلهم يفطروا بالسفر ولا أمرهم كلهم يصوم في السفر. وجاء رجل من الصحابة اسمه حمزة، هو غير حمزة بن عبد المطلب، فقال يا رسول الله إني صاحب ظهر أسافر عليه وأجد قوة فأصوم، هل أصوم؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. حمزة ده كان بيسافر طوال راكب، كأنه زي الآن السواقين يعني بيسافر طوال. قال لكن يا رسول الله أنا بلقى قوة في رمضان وفي الصيام وفي السفر، ذو القوي، أصوم ولا أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة، يا حمزة دار تصوم
قوي لك، انت قوي تقدر صوم وانت مسافر، دار تفطر افطر. يبقى الخلاصة الزول اللي بيستطيع في حال السفر يصوم وما يشق عليه، بالشرط ده ما يشق عليه ولا يهلك يصوم. والإنسان اللي بيشق عليه الصيام في السفر عليه أن يفطر ولا ينبغي له أن يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب المشقة في السفر: ليس من البر الصيام في السفر. وده قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، وفي حالة معينة كل إنسان كانت حالته مثل هذه الحالة يجب عليه يفطر وهو مسافر. قال الراوي: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه، يعني وقع غمران لحد ما الناس شنو هسه لو حصل حادثنا في الزلط، واحد وقع الجماعة كلهم بيجي شنو بيعاينوا لحد ما يعملوا له ظل ذاته، ده معنى الحديث، ظلل عليه، ناس يتلموا فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم في السفر أو في سفره، فوقع غمران كاد أن يهلكه الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، لأنه ذا كاد أن يهلك. أما ذيك الصحابة منهم صائمين لأنه كانوا أقوياء، وحمزة قال: أنا أجد قوة. قال له: أي ذلك شئت، إذا تلقى قوة صوم أفطر، أي ذلك شئت يا حمزة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سبيل السلام. شنو النية؟ النية تكفي، هي فيها خلاف لكن الراجح تكفي يا جماعة، نية واحدة للشهر كامل، تكفي نية واحدة للشهر كامل. لكن أما الأيام النافلة زي الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض من كل شهر، صيام داود وهو أفضل صيام النافلة يوم بعد يوم، فده أنت بتنوي تجدد ممكن من بالليل وممكن الصباح ذاته في النافلة. لكن صيام رمضان بالذات ده تكفي فيه نية واحدة للصيام، ولا ينبغي ولا يجوز التلفظ بالنية. في ناس عندهم هوس، واحد يقول: نويت أن أصوم رمضان بكرة السبت بتاريخ 18/4، ده ما من الدين. زي ما حكى الشيخ العثيمين رحمه الله، قال في واحد هناك في الكعبة وقف دار يصلي ركعتين، قال: نويت أصلي ركعتين لله عز وجل ببيت الله الحرام بمكة المكرمة. قال في واحد قاعد تحت دقاو، قال: أنا نسيت التاريخ. فده هوس وليس من الدين. النية مكانها شنو يا جماعة؟ القلب. هسه لو غسلت يدك وخدت ليك الصينية، بتقول نويت تاكل؟ ما خلاص، ما النية أنت غسلت يدك وخدت الصينية أنت تاكل، رغم أنه ده ما عبادة. لكن النية لغة هي القصد. القصد. زول قصد يعمل شيء من قلبه، دي شنو يا جماعة؟ دي النية. عشان كده الشيخ العثيمين قال: النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله تعالى، فهي عمل قلبي، عشان كده قال عزم القلب. اما في الحج والعمره، لبيك عمره اللهم لبيك حجا الى اخره، ده ما نية، ده اظهار شعائر النسك، اظهار شعائر النسك، زي الله اكبر في الصلاه كان ممكن تقوله سرا، لكن لا بتقوله جهرا، لانه ده اظهار شعائر شنو يا جماعه؟ هذا النسك الصلاة، وهناك أيضا في الحج، ودي ما النية. جزاكم الله خير، نكفي عشان ما نطول، المرة الجاية يمكن نجي بعد بكرة إذا ربنا هون يوم الخميس، بيتينه الخميس إن شاء الله. جزاكم الله خير.